ولمناقشة أوضاع المعتقلين في العراق وتأثير إصدار قانون العفو العام، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني تقارير حقوقية تتحدث عن أوضاع صعبة وغير إنسانية يواجهها المعتقلون داخل السجون الحكومية في العراق. في هذا السياق، يعني لماذا يتأخر قانون العفو العام برأيكم أستاذ علي؟ يعني لا شك أنه الأخبار الواردة خلال هذه الأيام، خاصة في مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نسب غير مسبوقة، يعني لا أستطيع أن أتكلم أو أصف حقيقة ما يجري لهؤلاء المعتقلين الأبرياء في السجون. نعم أستاذ علي، ارتاح. نعم تفضل. يا سيدي، المشكلة أنه هؤلاء ينتمون إلى محافظات وإلى طائفة، هذه الميليشيات وحكومتها ومن يساندها سواء عربيا أو أجنبيا أو يعني من دول الجوار، يعتبرون هؤلاء الناس رعاية. يعني حتى المهاجرين الآن في دول أخرى في مخيمات لا يلاقون ما يلاقي هؤلاء الناس في محافظاتهم وفي بلدهم. هؤلاء يعاملون كأنهم جالية، يعني جالية مهاجرة وليس أهل البلد، خدموا هذا البلد وبنوا هذا البلد بسواعدهم وأصولهم به يعني منذ عشرات آلاف السنين. هذه المشكلة الآن، المعاناة اللي يعيشونها هذا المعتقلين، يعني فترة مناقشة أو استحقاقات العفو اللي طالت أكثر من 10 سنوات، هذه الاستحقاقات أتت في ظرف عصيب تغص به السجون سواء في المحافظات أو في بغداد، سجون سرية وسجون معلنة تغص به بالأبرياء، والآن يتساقطون بسبب الجفاف وسبب الفشل الكلوي وسبب العطش. هذه المعاناة إلى يعني إلى متى؟ طيب أستاذ، إلى متى؟ في هذا التساؤل، يعني دعني أتبنى سؤالك المحترم. العفو العام حاجة إنسانية وأيضا قانونية ملحة في العراق، ولكن لماذا يخضع قانون العفو العام للمزايدات والاتفاقات السياسية؟ ما السبب في رأيكم؟ لأن الوضع السياسي في العراق عملية، يعني يخضع لعملية سياسية مشوهة لا تستند لا إلى قيم لا قانونية ولا حتى أخلاقية ولا حتى شرعية. هذه هي المشكلة. لو كانت هناك قيم وقوانين حقيقية والناس يعني كما يقال بالعامية تحسب أصولها لما وصل الأمر إلى هذا الحد. ثم هذه المحاولة، نحن كل انتخابات يتم هذا القانون، قانون العفو ومناقشته، وكل ما خاض في العملية السياسية يتم مناقشة هذا، وفي النتيجة تتم تسوية الأمر، يتم يعني تسوية هذا المطلب وتسويفه من خلال صفقات لمن هؤلاء الذي يدعون أنهم يطالبون يعني لا يتوقعون من هذه الميليشيات وأحزابها أن تنفذ لهم اتفاق، لأنه هؤلاء يعني يعتبرونهم يعني من طرف آخر، لا يعتبرونهم عراقيين ولا يعتبرونهم. ولذلك على هذه المسميات التي تدعي تمثيل هؤلاء كان الواجب عليهم التوجه إلى المنظمات الدولية. المنظمات الدولية الآن لو أتاها شخص عضو برلمان أو مسؤول عراقي، وخصوصا أعضاء البرلمان، لو كلفوا أنفسهم وساروا لمدة 5 دقائق إلى مقر الأمم المتحدة قسم حقوق الإنسان أو طلبوا الاجتماع باللجنة الدولية للصليب الأحمر لتغيرت كل الأمور. لو سافروا بدل ما يذهبون للحج، لو ذهبوا إلى جنيف، لأنه يعني مع احترامنا للفريضة المقدسة، لكن يا أخي تخفيف عن إنسان يموت بالمعتقل، يعني ماذا تقول؟ يعني هناك أستاذ علي، هناك أنباء تتحدث على أن يعني قانون العفو العام ستعمل الأحزاب على دراسته، ولكن هذا القانون هل تعتقد أنه سينصف المعتقلين خاصة الذين تم اعتقالهم ظلما وبشكل تعسفي؟ يا سيدي، هي أولا يعني أحب أنبه وأقول للعالم كله أن هذا العفو لا يصدر عن مذنبين ولا مجرمين، هذا العفو يصدر
عن ناس اعتقلوا نتيجة وشايات كاذبة، نتيجة حملات دهم واعتقال طائفية. هذه كارثة. الكارثة الثانية أنه كيف يتم إعادة محاكمتهم مثلا هؤلاء. لا أنا مطلع يعني وتواصل مع جهات يقولون أن 90% من هؤلاء المعتقلين لا توجد في ملفاتهم ورقتين أو ثلاث ورقات، كل ما هنالك تم اقتلاع أظافره وتعذيبه وإجباره على إدلاء باعترافات كاذبة. هذه كارثة تتطلب من الجهات التي تدعي تمثيل هؤلاء والتي تطالب بالعفو عنهم أن تتوجه إلى المنظمات الدولية، تذهب إلى جنيف، إلى مؤتمر حقوق الإنسان، إلى مقر لجان حقوق الإنسان في جنيف. مع احترامنا للفريضة الحاج والعمرة، لكن يا أخي الله سبحانه، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهدم الكعبة أهون عند الله من 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 قتل إنسان بريء. أو كما يقال أستاذ علي، هناك في العراق أزمة اقتصادية كما تعرفون، وأيضا هناك أمراض وأوبئة خاصة داخل السجون في العراق. أليس من مصلحة السجون تخفيض أعداد السجناء مع انتشار كل هذه الأمراض والأوبئة داخل السجون؟ لماذا لا تقدم على هذه الخطوة؟ سيدي الكريم، لا أريد أن أتحدث بتفاصيل لأنه أعلم أن هناك عوائل وأبناء ونساء وأمهات وآباء ناس يعني من المعتقلين يشاهدون الآن. هؤلاء ليس من مصلحتهم أن يقل المعتقلين، هؤلاء من مصلحتهم أن يزيد أكبر عدد من المعتقلين، لأن هذه السجون الآن أصبحت بالإضافة للمآرب الخبيثة والإجرامية الأخرى أصبحت مصدر تمويل لهؤلاء. هذا عدد المعتقلين، كل معتقل يخصص إلى ما قيمته هلقد بالدينار العراقي وتحسب بالدولار، في حين أن هؤلاء المعتقلين الآن يتحصرون على شربة ماء نقية. أستاذ علي، يعني بصفتكم كنت معتقلا داخل السجون الحكومية، المحاصصة الحزبية أضرت في الحفاظ على حقوق الإنسان في العراق، لا سيما التي تتعلق بحقوق السجناء؟ هل المحاصصة الحزبية قد أضرت بملف حقوق الإنسان في العراق أستاذ علي؟ لا يوجد، لا تستطيع أن تتكلم عن حقوق إنسان في بلد تخضع بالقوانين والأعراف والمؤسسات إلى محاصصة طائفية وحزبية. حين تقع كارثة المحاصصات الحزبية والطائفية وحتى العرقية، نحن لدينا كارثة مركبة، لدينا محاصصة طائفية، لدينا محاصصة عرقية، لدينا محاصصة دينية، لدينا محاصصة حزبية، وإضافة إلى الميليشياوية. هذه حين توجد في بلد لا تسأل لا عن قوانين ولا عن حقوق الإنسان. عبر سكاي من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.